مساكم خير ونور وسرور. عندنا خريريفة يعني نشاط ولا في إرقاد. باكر ما عندي لا شغل ولا ضمنة. قلنا بنعد عليكم الخريريفة. الخريريفة عبارة أسطورة من الخراريف، أي خروفة، عبارة شيء من الأساطير، رمسي يعني. يا غير القصة هي القصة الواقعية الحديثة الصدقة يعني، لكن الخروفة عبارة أسطورة. الأسطورة هاي أسطورة طير. الطير هذا عنده له ثلاثة أسامي، أم كنت والبومة والنقاقة. كل هالأسامي هاي محلية، محلية إماراتية. بومة، نقاقة، أم كنت. والمتعارف عليه الله يحفظكم أنه أم كنت أي النقاقة أي البومة تعيش في البيوت المهيورة، البيوت اللي مبدرة من طرف أهلها ومهيورة البيوت، أو تسكن في البروي. البروي بالأخص البروي اللي ما عليها دوس، ما حد يقربها، هذا مسكن أم كنت. نادي الشارجة الرياضي في الشارجة مشاهدنا بري، اسمه بري مانع. بري مانع في السبعينات أو نهاية الستينات اشتهر أنه في بومة تسكن في هذاك البري، وكل سكان هاي المنطقة يعرفون أن البري هذا ساكنتنا بومة. ومن القصيص اللي الأول مشهورة في الإمارات يطرون الطيور، من ضمنهن النقاقة هاي اللي هي البومة. البومة هاي وين ساكنة؟ ساكنة في بري مانع في الشارجة، مشاهد نادي الشارجة. وكل هالعرب تعرف قصته. حما نقص لكم قصة البومة اللي ساكنة في وين؟ في بري مانع. فبري مانع هذا الله يحفظكم المفرخة والبنيات يتحدرون ان يخطفون من عداله او من اطرافه. كل من خطف حد من الفروخ خطفوه بعيد عنه. شو السبب؟ يزيقون تطلع منها اصوات شيء عوي ليل ونهار، بالاخص من عقب صلاة المغرب، بين المغرب والعشاء حد يعوي في هاك البري. وكل سكان اطراف الشارجة، الشارجة القديمة هاي المنطقة يسمونها، ما يخطفون عدال بري مانع. والسب شو؟ يتروعون من الأصوات اللي تظهر من وين؟ من بري مانع. هذا واحد من الشباب الله يغفر له توفى يعليه الجنة، اسمه سرور الهامور. في السبعينات عندهم سياكل سيكل بيدر ويخطفوا يرباعته قبل المغرب قرب البري، ويوم يخطفون هاك اليوم تأخروا لين قرب المغرب، رباعتي بونس يضكون جدال البري. قال تحملوا انت سرت وقرب البري بتيكم النقاقة اللي هي بومة اللي هي ام كنت بتظهر لكم. قالوا له هالكلام ما بصحيح، ما شي نقاقة. قال لا هاي النقاقة موجودة، وهذاك هاي دريشته، دريشة النقاقة هاي وين تظهر؟ وما تظهر الا بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء من يظلم الوقت ومتعارف على البومة، ما تطير في النهار ما تطير إلا في الليل. وهذا واحد من المفرخة يسمون حميد صار حق أمه، قال لمايا ترى سرور الهامور يزيغنا، يقولنا النقاقة بتي من فوق بتظهر من الدريشة مالت البري، بري مانع. شو يا مايا هاي السالفة صدق لو كذب؟ قالت لي يا أبوي أنا ما أدري، هذا سرور الله العالم به، ما وين يجيب لكم هالخريريفات؟ وتمت في خاطر هاك الوليد زايق نش يوم عدى نهار ثاني، زايق الولد قالوا للنقاقة. المهم تلاقوا يسرور، قال بخير والديك يسرور انك تخبرنا شو قصة النقاقة، هل انت الباحث زيغنا بها؟ هل هو هالموضوع صدق ولا كذب ولا انت روحك مؤلف؟ سرور قال لأبوي أنا ما عندي خبر هالسالفة هذه، كان أمس مخبريني. قال له حميد منو خبرني؟ قال ما يوم خبرتني. قال عيل دخيل والدي خلني أصير عند أمك وبتخبر عن القصة، بيجتني الفضول. عنده الحميد عنده حب استطلاع قوي. نش أبوي سرور وشل حميد وساروا عند أم سرور. مايا هذا حميد هو وعجزني من كثر ما يتخبر عن النقاقة، دخيل والديك يا مايا
ينك وخلالك عيونك، ينك تعدين الخروفة على حميد. حميد أبوي يبي يعرف خروفة النقاقة. قالت لي يا أبوي النقاقة هذه قصتها قصة طويلة عريضة، وحين بخبرك بها. قالت لي أبوي شي حرمة، شي حرمة في أطراف الفريج، وعندها وليد صورة ربه، صورة ربه هاك الوليد صغيروني الله مرزجينها هاك الوليد اللي ما استوى شرات اثنين، يا غير هاك الولد ما يصخ يزق طول الليل، طول الليل يزق وطول النهار يصيح، لا ليل ليل ولا نهار نهار من الصياح. واللم شو تسوي؟ استاذت من حشرة الولد، آزمة تريه تري ري البلاء، وتازم تضرب على ثمه لين يتخدر يفقد الوعي ويسكت. يوم تصير على هاي الحالة نش يزق مرة ثانية، وهي تعيد الكرة ثانية وثالثة على هالمنوال طول الوقت. الشهر 30 ليلة من يزق الولد بغته، ومن يدوخ وسكت ترى ساكت، ترى مدوخ وما بدنا ساكت حينه خاز عن العوق. هي ما في قلبها رحمة، تضرب على خمرة راسه وتلطم على وجهه ويختل يختل، تضرب شرات أم الديفان شرات يفقد الوعي، فلذلك يعني يتم صاخ لين يرد له وعيه، يرد يزق ويصيح مرة ثانية وتعيد الكرة وعلى هالمنوال. وفي يوم من أيام الله يتهي حالة ما بصاحية الحرمة، الحرمة مستلبسة والله انها في العقل، ياها ضغط في نفسها تي روحها منقير ويا عراس وينبها واطراف فيعورنها، وابتدى الولد يصيح ونشي ودبقي وصاح، وهي هالألم وراسها يعورها شرات المستلبسة وتدبقه. شدة الدبغ هالمرة ما أفقدت الوعي، شو سوت به؟ أفقدت الحياة ومات الوليد، مات الوليد ولد شهرين ثلاثة مات، فارق الحياة من كثر الدبغ، ويدها الله بالمستعان مرزبه مبيد. مات الوليد، مات الوليد، ما عرفت وين تدق براسها، حركت حرك بغيت بغت ينبي يستنبي ابدا، لا حياتها لمن تنادي. ينينونها ينينونها الحرمة، اظهرت بلي شيله كشت طايره تضرب ساعة شرق ساعة غرب ولا تعرف وين الله حاطنها، تهفج شرق غرب عندك دونك تحوط بين السكيك راسها طاير حالة تلالة. نشت ابوي وزبنت في وين؟ في البري، بري كنت يا مانع ليه في وين؟ في جنتية الشارجة، مشاهد نادي الشارجة في الشارجة القديمة هالكلام في الستينات. عازمت ابوي على هالمنوال 3 أسابيع 4 أسابيع زابنا في هذاك البري، لا أكل لا ماء لا عندك لا إليك، خات لخلت ختلتن وحدة في هاك البري، ولحد يدريبها وين أرضها وين سماها، تخبروا عنها شرق غرب مني عقب أبوي ما دروبها. وهي أبوي من دس في البري، في بريك شو أنت يا مانا، يوم ييها الليل ينينونها ظلمي ويوع وعطش، 3 يمعات 3 يمعات 21 يوم وهي على هالحالة، ظلام ويوع وبرد وعطش 4 نمونات في وقت واحد. شو اللي يخليها ما تظهر بتروعة؟ ان هلها وهالبلاد يدروبها انها اللي جات لصغيروني ويجتلونها، فينت وهي داخل بري مانع، ضربها شرات الخفاف ينبونها ربية تقاصرة، زاد ابويها ينان هينان. يقولن رواعي الشارجة ان الحرمة هذه عقب ما خطف عليها وقت من الزمان استلبست الجان، وحولن ينبها الى ينب بومة اللي هي النقاقة اللي هي ام كنت، يغير ويه البنادم ويها هي تم روحه. يوم يعديها في الليل ظهرت ابوي في دريشة البري، وآزمت الصيح على وليدها، الصيح على وليدها، فاستورقت
الفرجان اللي هناك زاغوا من هالبنادم، لا هو بنادم لا هو بومه لا هو علم أسبتي. آزم البنيان بعيد عن بري مانع لين اليوم ولين بكرة، ما شيء قربه بيوت بري مانع لين اليوم ولين بكرة، كل من بنى يبنون بعيد عن بري مانع، وهذا سبب عدم البنيان والمناطق السكنية قرب بري مانع. وهذه هي قصة من قصيص هالأول وخراريفهم في الشارجة يعدنها على أيامهم قبل ما يرقدون، أو اللي يبون القصد من القصة إن ما يبون عيالهم يظهرون يصيرون جدا الأماكن المهجورة، لأن الأماكن المهجورة والأماكن اللي ما فيها ما عليها دوس مكان خطر، مكان مش مأهول في السكان، هذا بعد مكان خطر بالأخص للصغارية اللي عمارهم بين 3 سنين وتسع وعشر سنين، فيتروعون على عيالهم فيهددونهم إنها في النقاقة وهال في البومة وبتيكم مدويس وبييكم بودريا وبييكم مادري منو وبييكم مادري منو، والدنيا مطردة. يلا تصبحون على خير، بس عاد عليكم. أول مرة أتأخر على صراحة لين 10:30 ولا حشر الدنيا. هل لك تدرون شو ويا منو مستمتع ويا محسن عايب تنه اللي يلس ويا محسن مبسوط طريقة ما تتخيلونها. خيخ انت خيخ خيخ انت خيخ خيخ طعم العيون ليش محيسات؟ شو هاليسه هالنمونه؟ هي ها يا انت شو تسوون؟ لا 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 شو هالنعال الفنان اليوم؟ ما ادري ايش حق حايسنها؟ شو لا ها ها منو؟ اسد بلا بكره الموعد مال السفاره؟ ايه تريب حبيبي اكيد انت لا كيف؟ كيف؟ السبجيني زين تعال بجيبك عندنا وبجلس وياك محسن او ويوم بنسين المول بصير المول بودك الدري لين هو بيصير مقابل عندنا الساعة حبيبي بيسوي له الفيزا وبي ادعوا له ان بكره يخلصوا ويسيا عيال حلا يا رب. هي والله انت دعيت عليه خلص الله ما بيخلصونه. وين الحب اليوم؟ وحده؟ ما شيء بعد وحده؟ بس شكرا. يعني لومك وين صرت؟ وين جيت اليوم؟ خاب النوم. نوم حقيقي تعبان. خلي النوم عشانك ها؟ اسوح. زين. الامور طيبه وكل شيء زين، في احتمال اسير العين. لا والله مش احتمال، ان شاء الله اذا الله راد وجعلنا بالحيين تجي بسير العين 100% ان شاء الله. ان شاء الله اني بصلي الظهر برجع العصر بسير، عندي شغل الساعه 1 وبرد زياره المستشفى. ايه مشكله حرمه ما بصاحي تعبان بسير بسلم عليها برد ما بتاخر نص ساعه بسلم وبي حرمه ام واحد من ربعتي بصاحي اسلم عليها بري الله كريم. قولها ان شاء الله ما تشوفين شر. عجز جزاء ما تشوفين شر يا ام محمد حمد جين. يلا الحين وين بتسيرون؟ خلاص من الحين؟ ايه توك جاي شيب انت. وين بتسيرون صلاح؟ البيت. اي بيت؟ من فلاح ما بيت. ما بتغدى عندنا اليوم؟ وي خدية. خدية؟ ايه شو مسويت لك؟ ما سووا الهامور هاك اليوم ولا لا؟ الهامور اللي عند محمد القبيسي. شنو الاول؟ وين ضمان اول؟ قبل اسبوعين جايبين لك هامور كم مكبره؟ كبرت. كبير هذا. هذا غواص غواص روح اضارب انه. كذا جاي ان شاء الله. هو بص. السمك كله وين؟ باصل. وين؟ هذا. يا ربي يا صلاح. ما تعال انت. تعرف شو بتسوي حينه؟ بكره بتروح سيدي هذا
امبيسي مقابله كلام معنا يعرف انت كلامه 100% ما يستوي غلطان ان شاء الله. قول هاي اربابي انا صلاح بيوافقون. قلت لهم اربابي حد غير صلاح منو؟ لا 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 قول لهم اربابي صلاح لا تقول محسن عبد الله صلاح. ايوه هذا انا منى باكيت صلاح. قول الو يضرب صلاح صلاح الحين منو الارباب اسد انت ولا محسن؟ محسن طب وين؟ محسن في ارباب؟ لا بقدك بقدك اقول له ارباب محسن بس هاي مشوك على طول صلاح يضرب واحد؟ ها صلاح 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 خلي ولي عنك خلي ولي عنك. زهبت ثيابك انت حق السفر؟ ما اخذ امر كلام ما اخذ امر كلام انت زهب سامانك كل زمان كلها اسد. نعم زهب ثياب صلاح بطلوا مال الرياضة. صلاح ترى يلبس ترينك سوت حق الطيارة. ايه حق عتب ماي شو؟ ارباب عرب كله ارباب شو صلاح؟ ابوي بردوم شو هاي الكلام صلاح عيب؟ امر كلام ما اعرف ما يعرف يعرف زين ما زين اخ عليك بهاله حالتي انت فضحتنا فضحتنا. لا صلاح لا ما يفضحنا صلاح يوم يبي يروح يدزي الحمام ويخلص شغله ويرد. محسن محسن خذ عنه سر منك سر سر منك سر امشي سر 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 قم عنه. مع السلامة صلاح. ماذا ان شاء الله باكر باكر تعال باكر موجود محسن باكر نشم الصباح الله خير ويا سويا صلاح زين يجلس وياهم الصباح الله خير لين انا الشنا باكر لان باكر وراي سيره انا باكر بعد شهرات اليوم ما بنش من وقت انزين القهوه انزين القهوه عندك كوريجات عندك حلوه خيرات الله خير. شو سويت اليوم ريوق؟ نسوي خمير ولوبيا. خمير ولوبيا زين شكرا 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 ثانك يو صلاح باي باي. حاضري ان شاء الله حبيبي مساكم خير ونور وسرور من دار السرور ودار الرحمه ودار ابوي الوقت الموخم وطالع ما شاء الله خوم هالوقت يا الله يا رب المطر يا الله بالغيث يا الله بالغيث من عندك ولا مغيث الا انت يا رب العالمين. تفرحنا ان شاء الله بنفات هاك المطر ويستوي همالي ومن عقب ميلي ومن عقب همالي ومن عقب ميلي والدنيا مطرجه يا رب العالمين. وتفرح ان شاء الله هل بالحلال وهل بالمزارع وهل بالنخيل وهل بالطويان وهل بالرقوق ان من تيهم رشت هالمطر بتفرح لو ما يجي شيء وايد لو شيء بسيط يفرح العرب. اللهم لك الحمد انت قادر على كل شيء انك ترزقهم الرحمه اللي من عندك يا رب ولا برزق الا انت يا رب. سمعتوا بس سؤال المخالف هاي وحده واحد الله اعلم. والله ابو محمد الأكياس قراطيس اللي يلف بهن النبات القراطيس اللي من مال قراطيس السميت أول سميهن قرطاس السميت هب النايلون من وين تشترونه؟ لكن نبح التنبيح تأحينا هنتي رمتي تزرعين نخل ورمتي تيبين النبات ورمتي تسلطين على عمرك ويذهب ويستوي طلع عندك زاهب ما رمتي دبرين عمرك وين يبون قرطاس وين يبون القرطاس من وين القرطاس يبون من السوق ممزور في حد يسأل عن قرطاس من وين ينياب؟ هاي الأمور والله أنا روحي ما بداخل مزاجي. شوف الله عليكم هالمنظر شوف الله عليكم هاي ترى بين بوظبي والعين هذا بين بوظبي والعين شوفوا بالله عليكم شوفوا من عقب أبوي رشة المطر شوفوا من عقب الأمطار شغدة الدنيا خضرة. هذه يوم أقول لكم الشيرة لازم تغسل تزهى يزهى لونها الأشجار يغدي لونها زاهي ويغدي المنظر جميل وباهي إذا أنك تغسل الأمطار الزراعة اللي في بيتك ترشهم ببرشر قوي ما بقوي برشر يدوي اللي يكون وايد زين للشيرة تتنسخ تنتعش تغدي بخير وسهل لأن كثرة الغبار على الشير يسوي تغوفير ويجيب العناكب سبب الأمراض اللي في الزراعة الغبار اللي على الأوراق هذه تسوي الله يسلمكم مرض العناكب.
هاي سيرتي ها. الا فنيا ساير وفنيا الياي، فنيا ساير وفنيا الياي لين اوصل. اعشق القهوه، ولا داني الا القهوه الغليظه، ما داني الا القهوه الغليظه. من الله خلقني ما داني الا الزين، وداني الحمس الفنانه، ولا داني الحمس اللي مكمل الدهر. لا، لازم الحمس تكون طازه او محفوظه حفظ زين، حفظ فنان. قالوا لي ابو محمد انت حين يوم تخبرنا عن هالمشاريع شيء تاخذ؟ هي نعم يوم انا عندي بيزات. لا والله باخذ مشاريع الاستثماريه يوم انا عندي بيزات، والله لاخذ واخذ. لكن يوم ما عنده الانسان ما باليد حيله يجلس يدير عيونه. لكن يوم بتلقط عقار دفعات قليله وسعر شقه ب 320 الف او 350 في الشارجه وفي نص المدينه الجامعيه على وعلى شارع عام وعدال اكبر مول في شنتيه الشارجه، يعني هذا اكيد بيكون ببلاش، اكيد بيكون ببلاش. والمشروع تحت اشراف منو؟ تحت اشراف منو؟ ومنو المالك للمشروع؟ والمشروع هذا مشروع الممشى اللي خبرتكم عنه، هذا مش رمسه، موضوع قائم منجز تشوفه شوف العين. ما بنا حد يخبرك عنه او بيستوي او علم عند الغيب او بعد ما ذهب، لا، مشروع قائم جاهز تسير تتعاقد تشوف بعينك وتشتري وتوقع وتدفع بالاقساط المريحة. والمشروع له البيزات ما تتم في يد المقاول ولا فلان ولا علان، تتم بويه في تبع قلب البلدية. هل بالبلدية اللي هم المسؤولين عن الأراضي في الإمارة نفسها، هم البيزات عندهم، ما الشركة ما تأخذ أرضي واحد منهن لين يسلمونك المفتاح. يوم تقبض المفتاح الحكومة هل بالشركة اللي هم الملاك يأخذون بيزاتهم، البيزات ما حد يقبضهن. يعني معناته هذا أولا. ثانيا المشروع كله بكبره بزمه وعراه قائم تحت إشراف سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارجة. هذا كم يسوى؟ شو السبب الشيخ مهتم في الموضوع؟ لأن عند الحرم الجامعي، عند الحرم الجامعي، وبيخدم فئة كبيرة من الطلبة، بيخدم فئة كبيرة من المستثمرين. فعادة وقت الآدمي يأخذ العقار أول ما يطالع ويتنقى يوم بيأخذ العقار يطالع الموقع، الموقع في وين وشو قربه؟ هل انه في كسحة ابليس، في قلعة وادرين مثل ما قالوا هل العرب حيلاك؟ انزين حيلك يقول قلعة وادرين. انزين او هل انه في متناول اليد كل شيء عدالك، قربك مولات، قربك اوادم، في عين. هذا المشروع الممشى في عين الماء، في عين الماء مرة وقرب الدنيا كلها، يبعد من سنتر الشارجة 3 دقائق أو 5 دقائق. وشوارع الشارجة يلا من فضلك كلها جسور فوق وتحت شرق وغرب، وكل شارع فيه 6 و8 خانات. هذا أولا. وثانيا القرب من المولات الرئيسية والقرب من الفرجان. والأهم عن هذا وهذاك أنه الحرم الجامعي، الحرم الجامعي موضوع استثماري وايد مهم للي بياخذ بيجر بيصير عطلة إجازة، ساير الباطنة، جاي من العقر، ساير العين، جاي من الفجيرة، ساير بوظبي، مخطف طريق الشارجة، الشارجة مخطف طريق، ما تروم ما تروم ما تروم تاكل إذا ما يخط شيء علي رعوبة. علي رعوبة هاي لازم بيخطف، هاي لوزة آدم ما تسمونها يوزة آدم، ما يخطف الأكل داخل البطن إلا لازم يخطف على الحنجرة هذه. فلذلك الشارجة هي العصب الرئيسي، ما تصير شرق ولا غرب إلا لازم تخطف الشارجة، ما لك حكم أبدا، طرد فوق وقع تحت عن الشارجة لا بد ولا عذر. يا السلكم حزة وزة قرحة أيوب لازم تخطفه، ما تروم تتعداها الشارجة.
بسير عيمان لازم تخطف الشارجة، بسير راس الخيمة لازم تخطف الشارجة، بسير الفجيري لازم تخطف الشارجة، ومنكو إليك وانت بعد اللي جاي من عيمان ومن الفجيري من مقيوين من راس الخيمة من دبا من كل بقعة لازم تخطف الشارجة. ما بتقيل، ما بتستريح، ما بتعين من الله خير، ما بتخطف تلقط لك مكان تصلي وانت وفريجك ترتاحون تقيلون تعين من الله خير، بغيت تبات ولأن الشارجة الشارجي وسلام باليوز وعسكر نظام. تعرفون شو تعرفون شو طلع باليوز؟ باليوز الله يسلمكم فاسم المكتب الانجليزي الاول مركز الشرطه العود يسمونه بيت الباليوز. بيت الباليوز يعني بنزل الشرطه. باليوز وعسكر نظام، باليوز اللي هو بيت قائد الشرطه اللي هو المركز الشرطه، ما بيته وين يرقد، مكان اداره شؤون المنطقه المدينه اللي هو فيها. فهذا يسمونه باليوز مركز نظام. باليوز معناته نقطة الشرطة، الشرطي العود ضابط العود، هاي يسمونه باليوز. فهذا الكلام كان في الخمسينات والستينات في الشارجة وفي عمان وفي جميع الدول اللي لكن أكثر شيء يقال عن بيت الشرطة أو بيت الشرطة اللي هو مكان إدارة المنافذ والأشياء هاي، باليوز نظام يعني بيت الشرطة في الإمارات وفي عمان، فقط في هالدولتين، في سلطنة عمان الشقيقة الحبيب الغالي اللي محر يسواه في الدنيا العودة، وفي دولة الإمارات اللي تسوى نوم العين. هي نعم، هالمكانين الأول في الخمسينات والستينات يقال عن مركز شرطة بيت الباليوز. خبرك أول بادي أنت منو؟ أنا طال عمرك سعيد بن عبيد بن نعمان الكعبي. والله مليون والنعم. من نعامين طال عمرك. أشوف أشوف أنا ويه ويه تبني. الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يطول عمرك إن شاء الله. وأنت أبوي؟ أنا سعيد بن سيف المر عيني. والله مليون والنعم. الله ينعم حالك. الله يحفظك. طيب خير. سمعت إنك متابعيني في هيوستن. إيه في هيوستن نعم. زين الله يبارك فيك. ربك بخير الحين. هناك الحمد لله. وسلم على صلاح سلام كثير. انزين. نعم. الله يطولك والله عليك. والله هنا طال عمرك. بنشري؟ أنا لا الأمور طيبة. الحمد لله. نعم الحمد لله طيب. شفت الله عليك في المستشفى شو غدا؟ ما شاء الله أحسن عن أول بعد. مليون مرة. تلفزيون يعني تتودك. الحمد لله. حرة عمرك جالس تشوف. خمس نجوم. شيء في تلفزيون. يعني. شيء جميل استوى سبحان الله مستشفى توام زان عن قبل لك 600 ودي الاول زين لك الحين غدا اخير لك 600 نعم ودي نعم اللهم لك هاي نحن في نعمه وفضل نعم من الله سبحانه الحمد وتعالى الحمد لله. ما تقول انت في مستشفى تحر عمرك في فندق يقول بفله الحين اي والله فيلم في البني تعب الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. شوف الخدمه تميز كل شيء فنان عالم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. نحن عايشين في نعم وفضل من الله الحمد لله الحمد لله. زين بن نعمان انت الحين من الشعراء من عامين الشعراء ولو الحمد لله زين بنيلس لازم بنيلس عيد ولا تقيد الحين ما عندي مره انا مريض شوي والله مبصاح بنيلس بنيلس لو شيء بسيط لا والله مريض نعم ما اقدر ما اقدر والله رقبتي تعور انت بتعرف تفرق بك ما اقدر ما اقدر ما اقدر الله يطول بارك الله فيك واحسن الله اليك تعذرنا الشاعر طال عمرك مره اخو قديم ما خلينا منك. في حينه امس جيت ريال بني تعب في ابو ظبي نعم وقال لي انا تعبي نعم قلت له من وين قال لي وين بعد بني تعب قلت له من ربك من اللي ويف قال لي نعم اللي ويف نعم. سجلنا وطرش لي عاده عرفت الريال انت سمعتها عرفتها منو سعود هذا ولد قليب حمدان كعبي من اللي نعم مشروم قوم مشروم ذي مشروم نعم هذا الفيديو عندي والله ترى انتشر لا اله الا بعدني ما حطيته في حسابي لا معروف الرجال شر خير عندي رجال طبعا غني عن التعريف ويحبني كعب عليك زود يموت في الارض اللي يمشون عليها وعليك زود محمد وهم يحبونك كذلك خليتهم عروقهم طيبه عليك زود الناس كلها خير وبركه يا غير بني كعب روحهم مميزين امن طيب اصلك رد السلام على كل بالاخص على هاللي ويت يوصل سلامك يوصل كلهم عندك ثلاث ماخذ ما شاء الله وكلهن الحين زعلانات كلهن زعلان يبدح انا ما عندي جاي كلهن عند لا 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 انا عاطلهن جاي احسن الذهب بس يستاهل اقول لكم ابويا
ترى ابوي الدنيا من جلبه فوق تحت وسبها المشاري ان هالريال ما اخذ ثلاث ومتحن ابوي خذ لهن ابوي كل شيء ما بلازم تاخذ لهن ذهوب انت ترى عندي شيء لهن خلاص ابوي خلاص يسكر ابوي ياكل يا ابو ياسين التحايل عليه من ساعه تعالي اصورك وتعالي ما بطايع مياسه في اي صف انت اول ما شاء الله عليك ما زينك وين 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 تنقولك هل اسم الغاوي المياسه ما شاء الله عليك يلا مايا اقول لك ترد هالماي لو قرحت ذكرياتها في رجل في رجل في المقام انا ادي العين هذا بيت قوم سيده 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 نسيت اسم العيل هتذكر اسم الحرمه خافت ينقموني هذا بيتنا نحن الاول في العيل هذا بيتنا هذا بيت سيده سيد. بس رد رد وهذا بيت قوم راشد الكلباني هذا بيتي انا يا عيت وامطرت وهذا بيت قوم خالد المشكلة أتذكر أسامي الحريم أنا عاد ما أتذكر أسامي الرياييد هذا بيت أم سليمان بس رد عاد رد رد هي يا ربي يا هي ذكريات وهذا بيت قوم قوم عاد الحين أتذكر يا الله يرحمها بيت حياة شيخة بيت حياة شيخة وعرف اسم الأمهات وعرف اسم الأولاد وعرف أساميهم الصدقية عرف اللبوقات بيت سعود سنفور ها بيت سعود سنفور سعيد سنفور وها بيت أم سليمان ها بيت قوم راية هذا بيت حياة صالحة صالحة وعديلة تبشرة زين وهذا بيت قوم راشد الكلباني زين وهذا بيتنا نحن وهذا بيت قوم محمد بن فاضل المعمري وهذا بيت قوم راية لا ما بيت راية بيت قوم سلامة سلامة وهذا بيت إيه نسيتهم والله يا ما أتذكرهم عاد كلهم يرانا هاي الحليلهم يا ربي تياورنا وياهم دهر 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 15 سنة ونحن متياورين ما زين من وقت ما زين من وطن كلنا وشربنا وعشنا ويا صدقاننا كلهم اللي فيها الفريج يحافظ عليهم تياورنا وياهم سنين الله ما يعني منهم إلا كل طيب وكل وكل خبر طيب وكل زين يا يعني الله يذكرهم في الخير يذكرهم بالخير هي تخلي يمين 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 هذا الطريق نعم ما يعني من وراهم إلا كل شيء زين وكل شيء فنان يا زينة من الوقت الحين شيء طريق مني دخل ها راسي دار شيء طريق يدخلك على النفق الجسم لا من ورا الفن روح من ورا النادي نحن ابوي صرنا قدام النادي ترى هاي اللافته نسيت حتى الطريق راسي دار من كم من سنه مثل 10 سنه ما جت الفريج اي والله هذا ابوي نفخه يظهر سيده خطب طبي نعم يا ما عيت وامطرت يا ما زيرنا في هالفريج يا ما دبتنا يا ما وياما فريج الاكرام فريج الياوي مساكم خير ونور وسرور وبركة من رب غفور مبوني صاخ يا غير حين الله يسلمكم لقد وصلت القرقعة والصدع والديانة بما فيه الكفاية الموضوع يا الله يحفظكم وصل إلى الإعلام والرادو والبث المباشر وشغلة طويلة عريضة كأن خالد الخالدي مسوي شيء عتوة أو مسوي شيء يور أو مسوي شيء ما جد حد سواه اللي سواه خالد الخالدي كل يوم يتسوى 1600 ودية هل بالمجوهرات يوميا يبيعون بمليارات إذا ما بملايين إذا ما بمليارات يمكن ملايين يبيعون وهل بالسيائير يبيعون يوميا بالمليارات وهل بالعقارات كل يوم يبيعون بالمليارات وأغلبية اللي يبتاع واللي يشترى لصالح النساء صالح النساء ما بلازم كلك اشوفي يا عين شوفي من استوت الدنيا وربنا خلقنا انا ما يخصني في الناس اللي ما تعرف المعاني ولا يخصني في الناس اللي قوم ما يعرفون المذهب ولا يعرفون الروتين ولا يعرفون الدل والدلال والعدال والاصول من استوت الدنيا الحرمه
من تزعل او تطمح تنخذ هالفلة، ينخذ لها البيت، تنخذ لها ناطحة السحاب، تنخذ لها ابوي حتى شقيق وفلل، ينخذ لها ابوي في سويسرا او ينخذ لها ابوي في ميونخ، وينخذ لها شقيق وفلل في لندن. من استوت الدنيا ما بشيء جديد، انت ما تدري، هذا شيء اخر. ابوي ما تنقز الا السمين، واللي عنده بياخذ واللي ما عنده الله يرزقه ويعطيه. هذا اولا. وعطوا ابوي يزر، خذوا يزر للاخت وللعمه وللخاله وللام وللصاحب والصديق. من استوت الدنيا، انا ارمسكم عن الاصول، الاصول من استوت الدنيا. الحرمه من تطمح او تزعل او بينها وبين رايلها ادنات الدون، يا بلها رضوه، حتى لو ياعده، حتى لو ياعده، لو صخله، لو تيسن ايم، لو تيسن مقرن، لو خروف نيدي، هاي يرضونهن الحريم، يرضونهن بالغالي والنفيس، ياخذونهن الاول، كل سياره ورا الثانيه. ما تزعل حرمه اللي ارضوها، يرضيها الرجال باللي الله مقدرنا مقدوره. ما انا ما عزرت سرنته يلي ما تايد ولا تعلم، ولا اني اشجع الحريم يزعلن. ابوي كانت حيد عمرك انت منتف وما ترضي حرمه، يرضيها الشيء البسيط، ترضيها الكلمة الطيبة. والحرمة يوم انت بتزعلها وانت شري، والله لو تعطيها قنطار ذهب، لو تعطيها وزنها الماس، وانت شر ومنهج ومحوحو وخايس غادي جنك ضبع، منو بيشاهد؟ والله لو تسوق ما وراك ودونك، لو تعطيها ملك الشام باليمين وملك البصرة باليسار، لي ريحت موحرة، والله ما يشاهد ان بنات العرب، بنات العرب وين بتشاهد الريال الخنين، بتشاهد الريال الفنان، بتشاهد الريال ليه فيهم خوفة من الله. الريال يوم هو مسلم وخايفة من الله، الحرمة بتلصق فيه دبة حياته، لأنه فيه خوفة من الله، لا بيضرب، لا بيفتن، لا بيزعل، لا بينقم، ما بيريحت خايسة ومحوحو وخايس. والله يا أبوكم يعني بقول يوم أنت الحرمة مقصر في 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 حقها، والله يا أبوك لو بتعطيها ملك الدنيا ما قرت، ولو بتعطيها الدنيا وما حاش حوشة ما اعتبرك، ما تعتبرك ويا الريايل. وانت لو اجعلك ان شاء الله تصبحها بخبزة يابسة وتخليها تمسي على روتية تغمس بحليب، وانت مرضنها، تعرف شو اللي اطري، مرضنها ثم مرضنها ثم مرضنها، هي نعم مدي حقوقها كاملة، ما تبى منك ذهب ولا تبى منك ادنات الدون. انت شين وقوات عين، لا يد طلقة ولا ريحة انت تشاهد ولا معطى، شين وقوات عين. والله العظيم ان مصيبة اليوم التليفون يسمونها ما النقل المباشر، ما يسمونهم ما البث المباشر، ما لهم مهرة الا الخالدي ويا طلابة الخالدي، الخالدي سوى عنبول هالكثر، انتم متفاجئين شي خصكم فيه. انا اللي انا قلت ابوي هذا من رب العالمين، خلقنا من استوينا، هذا ما بشيء جديد على مجتمعنا. من استوت الدنيا يعطون ابوي الحرمه ويعطون اللخت ويعطون كل انسان بمقدوره، ياخذون لهم مرسدسات، ياخذون لهم روز ريزات، ياخذون لهم كل شيء. الحريم من تزعل الحرمه ارضوها، المحلات المجوهرات يا ابوكم، عينتوا لو تشوفون لي انا شو ابوي، كل الناس تعطي. أنا بغيت أذكر بالعادات والتقاليد، بغيت أذكر ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. الدنيا ما بلك اللي ما تاخذ، تاخذ وتيمع وتاخذ وتيمع وتاخذ وتيمع، علينا دين، الدين روحك أنت مسوينه، الدين روحه جاي إنك يربع جداك، الدين روحك أنت مسوينه. والله نحن ما نروح نرضيهن، يوم نحن كلنا علينا ديون ونبيع ونشتري، والله يرزق، والله ياخذ، والله والله المعطي. لكن نقول الحمد لله، نقول الحمد لله، واجفين يالسين راقدين علينا وبنا، الحمد لله. على كل حال جبنا بيوت معاشه 3600، والحمد لله ساد بيت وعيال وسير ويب وي ومكرم الضيف وعلم وخبر، وشق وارقع وخيط وعندك ودام وخيط وارقع وصدر وورد وامر وانهي من 3600،
ويبت العيار والحمد لله أصك معاش حين 23,000 الحمد لله عايش وأسوي وبيع واشتري من دهن ومن زبدة ومن بزار وأسوي إعلان وأسوي دعاية وكل بيزات ولا بعيب ولا بنقود وهدي وانهدى وعطي واتصدق وجسم والحمد لله أموري طيبة. لذلك رب العالمين وين ما حط طريلي رب العالمين جاعل القبول. هما بسيرة زر عمري بزامط فلان خذ وأنا باخذ شراته، فلان عطى بعطي شراته، ما بلازم الوايدين أبوي عطوا الدنيا والدين. أنا مارو كل إنسان أبوي مدري ولا على قد الحاذة. يوم أنت ما بتعطي ما بترحم لا بنت ولا أخت ولا أخو ولا صاحب ولا يار ولا صديق، تبى العرب شراتك عيال تروم أنت تصير شرق. وليش أنا ولا دمي ولا والله نصيحة، واللي بياخذ حق حرمته لا ياخذ إلا ذهب. الذهب أبوي باكر ما رده إلا الكنتة، ما رده الكنتة ما نضيج بك الدنيا، ولأن هم عيالك عدالك مرضنها بالذهب. والذهب أبوي زينة وخزينة لك ولها ولعيالك وللزمن. هي نعم الذهب زين وخزينة من استوت الدنيا. عيب ما بعب حسسيني كأني أنا أول من سوى الموضوع هذا، وأنا أبوي الدنيا والدنيا الدنيا والدين أنا مسوي، ما خليت شيء ما سويت وعاطي ما شطريت يا غير طريت الموضوع هذا كتذكير، تذكير بالعادات والتقاليد مستوى الدنيا. من يوم نحن يهال من يوم نحن يهال ونحن ويدودنا ويدود يدودنا في أي دولة في دولة في العالم، حتى الإنجليز يرضون، حتى الانجليز حب لازم تكون مسلم، حتى البانيان يرضي حرمته باللي الله مقدرنا. ما تسمعون والله بنوا القصر الفلاني حق الأميرة الفلانية، شافت أبوي الأمير قازل بشكارته ونقمته ونش أبوي الأمير وخذ حق الأميرة القصر الفلاني ما بماخذنا لجل سواد عيونها. يوم شافته قازل بشكارته نش أبوي اي شوي شوي قومت روغك أربى الله تك 50 رصاصة بين حياتك لا تطيح. ما استعب لهم الهل يطرشون مسجات يزرون عمارهم بنشاكيكم شو هذا أبوي حر وبرد أن ينقع أبوي فهذا عروق راسك يتشطنا وتموت. هالي باغم فهدوده وسمعوه حد ويش الدار أبوي محكومة ما حد أبوي صار يحرد ساكن. يوم فيك هبس الاشتك وين تبع أنت ولا غيرك؟ أنا أبوي أمشي على هاي المقولة أمشي الحرة ولا عليك مضرة. يوم بتحيدني أبوي داق بيتك أدور من وراك أردي أنت ولا غيرك ولا من زيد ولا من البيت يردني. الحمد لله أموري طيبة وعايشين بخير ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ما نشكو من قاصر وما حد. والإنسان أبوي اللي عليه دين يا رب العالمين فتش دينه، ما بلازم تتغايض فلان عطى ولا فلان ما عطى ولا فلان انت تهدم ما ادري ايش قايل بالها شوها خريط ابوي يمع تعال وتسمع. هذا كلم الحسد لو ما الحسد ما مات احد. قيح ابوي قيح قيح ابوي في جبودهم حزاز جبودهم مطنبله الكبد الواحد غادي يتحرك كبد بعير من الحسد. انا ابوكم يوم ما سدكم هالخيرات وهالبيع وهالمشترى هالدهر كله تيمعون هالبيزه حق منوم يوده. لا والله بسعد ختي واخوي ومعيالي وبنتي وبسعد اليار والصاحب والصديق دام ما انا حي اي معهن حق باكر ابوي الوراث يلعبونه. لا والله لا والله بكرم وبعطي وبفتش حيرة المحتاي لا بعيب ولا بمنقود من استوت الدنيا. هاي الناس للناس والكل بالله واللي ما عندي اعطي لي عنده ما بعيب ابدا ما بعيب. هام قوم انطحي كان فيك انطاح لا تشتكين دوم مربوطة. قوم انطحي كان فيك انطاح لا تشتكين دوم مربوطة. هاي مشكلة مشكلة ابوي المزامط مستوى الدنيا المزامط ابوي في السيايير وفي البيشان وفي الحلال وفي المال وفي هالزمان الحسد الحسد حتى على الصحة. يوم يشوفون حد صاحي وبخير الله اكبر عن ابوه ما يعول عن ابوه ويهش قادي كان سكت ربي ما تجلود عنبو فلان ما زين غادي وفلان ما عول ما كان خطف عليه من العمر عتية وفلان ما يهدت وفلان ما عولت عنبو الحريم كلن يعقن وهاي أبدا كل سنة تحمل وتربي وفلان ما شاء الله كلمة ما شاء الله ما تنقال
كلمة لا إله إلا الله ما تنقال. قليت ومن دنياكم يلي حاسدين العرب على أدنات الدون على العافية اللي من عند رب العالمين، أنتوا حاسدين العرب. كل إنسان عنده شيء من الله، هذا الرزق الحلال العيال هذا كله رزق من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين يجعل البني آدم وسيلة، وسيلة توصيل. شكرا للي رمسوا في البث المباشر، وللي تكلموا، واللي داروا في صفي أنا، واللي داروا صوب أبويا هاي لك الجهة المعاكسة الله يحفظهم، نحن ما يخصنا. لكن أنا القصد من كلامي أن تذكير بالعادات والتقاليد هذا أولا. ثاني يوم بتأخذ حق حرمك، اللي عند حرمك وما تملك لك أنت، لك أنت هذا هي وما تملك لك أنت. الحرمة كلمة توديها وكلمة تجيبها، كلمة ترضيها وكلمة تزعلها. ليش تزعلها أنت بالأساس؟ أنت اشتبه شلك باليبل ومراقاته، وشلك أنت بالبحر وهواله وارزاق الله على السيف يا رجال. لا تزعلها وما بتطلبك شيء، لا تزعلها ما بتطلبك شيء، ولا بتزعل أصلا ولا بتشي زعلها. والله يقولكم يا شيء حريم، يا شيء حريم يتقاطر من أطراف من النظافة والدل والدلال والعدال والزين والرنق. اللي ماشي شراته رنق في الدنيا العودة، وحريم بيت سادات بيوت سادات مطابخ ضياف البيوت اليار الصاحب الصديق العلم الخبر كل شيء مقصرات في أدنات الدون من حوايج البيت ومستلزمات الأسرة بكبرها جاي مات بحريب بأخوانهم وبأخوان الريل بخواته وبأمه وبخالاته شالات بيوتهن وبيوت هالية ريالهن. هذا شيء من الحريم وما أكثرهن عندنا تبارك الرحمن. وفوق هذا أبلايات بريال ما يسوون شف طعام. والله يا أبوك يا ما أخذات ريال يا أخي صابرات، صابرات على على بلوى الزمان. هاي بلوى الزمان يا ابوكم، بلوى هاليتكم ابوي، هاليتكم يوزوكم ابوي خلايف. نعم ان خلافه هذا اللي ماخذ حرمه هالنمونه زين هي يقطر وعدالها يعادل زمانها. شو يعني؟ شو يعني انت شو مان عليها في بطنك 13 من وغريحك وهث ضروسك صفر من الدوخه وحول واشلق وابلق ومحتاس وعري وريحك من هجه وتي علباك كل قراد وحلم من عقب البيشان وتي بعك تطول لسانك اللي بلاك يا ابوكم يا حرمه. والله يا ابوكم يا حرمه فقيره مطرشت اللي خطر عليها الصيح تقول والله يا ابوكم يني مبلاي بريل ظهوره غير حوافر حمار وضروسه صفر من الدواخه. تقول لا والقهر مسوي ابتسامة هوليود، ابتسامة هوليود مسوي بالابتسامة مسوي بالابتسامة هوليود وضروس الصفر محلط. تقول والله يا ابوكم يوم يدخل يني ريحة البيت تغدي ابدا كني متلاوية خروف، كني متلاوية خروف ما ابو يا ريل. وانا يا ابوكم اطرافي تتقاطر الا عرق الزعفران ودهن العود مخمرية. نعم تقول الشمطري فوت 50 يومين وهو يا يني ريح تتحرى خروف. اني يوم تلاوى ويا ريحتي تقول اتريم تبى يخوز عني بس ادور الفكاكة بالسلامة من الله على عمري. تقول والله يا ابو حرمة بتعرب قبالك ايش بسوي فقيرة. تقول مبلايين 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 الله يرحم والديكم. يعني لو في فكاك وفي مشكلة نقدر نتخلص منها لو ما بالعيب. وتقول والله يا أبوكم يعني نرفع عليهم قضايا. لك تقول لي ما باليد حيلة يبنى العيال، يبنى العيال وعيالنا كبار بالحاهم وقاضي مراكز شو نسوي ويا لبهات حيلة. صبرنا الأول ولين اليوم صابرين شو بنسوي على ما قالوا هذا قصرها وهذا قبرها. كيف ظل عنك يوم بي من عند من العزبة بي من عزبتي بخياسي بخطف بتسبح بتروح بتدخن بتعطر هب حجرة غرفة نوم 70,000 ماخوذة والديكور بهاي الحجي الحجي والديكورات والعلم والخبر والحرمة فقيرة متروحة ومتدخنة وما خلت لا يرد ولا يريد ومتعدلة ولا بمخلي ابوي شيء ما بلابستن حقه. ويوم بي ولن ريحته تحت الحايمات ريحته ودك ودك وظل عنك
جبدها فقيرة انقعت فقيرة شبه تسوي شبه تسوي الدادلها الدادلها لا حول لا قوة إلا بالله صبر ليش الجنة يا مايا ليش الجنة يا مايا ليش الجنة صبر جميل وبالله المستعان صبر آل ياسر إن موعدكم الجنة والله العظيم يبقى صبر لكن الجنة أنت يلي صابرات على هاي اللي قم ريحة الواحد وهف عليه الوهف أنا بيني وبينكم لين الحين شفت اللي يقولون طايح عليه صاملة كان حد راشني بمباء بارد ما بعارف كيف يعني مستعيبين هاي وين جايين هاي المستغربين الموضوع هاي وين جايين من وين شي بلادهم هاي وين جايين وين متنتين اللي يقولون هذا شيء جديد على مجتمعنا منو قالكم هذا شيء جديد منو قال هالموضوع ان الريال يرضي حرمته ولا الاخو يرضي اخته ولازم بتودي ما عندك نحن ما قلنا تاخذ نقالس وتاخذ مرتعشات وتاخذ مرتهجات ما بلازم خذ الشيء اللي الله مقدر انك تا ولا حد يعطي شيء العادي ياخذون الشيء الزين منبون هالدنيا من استوت لا دمي على قدره وانت الله مرهي عليك وعندك لا والله لا والله لازم تاخذ الشيء اللي يليق بمقامها وانت عندك ما بتدين وتاخذ لا تيمل باللي الله مقدر انك عليه هاي مستوى يعني زاهب تاخذ ابوي شقيق وتاخذ فلل وتيلس ابوي تسوي مكنب وتسوي معزل عن فريجك وعن هالبيتك وسوي مرايا ليل كل ليلة تتيمع زبانية النار وحق حرمك ما شيء ما عندي علي دين يعني ما كان عليك دين ويا زبانية النار ما كان عليك دين يوم ويا شرق وغرب وعندك هدونك واللي بالي بالك هذا ما كان عليك دين عندك دين يوم الحرمة تبع يوم خذك تبع ويوم خالك شافي عليك هذا عليك دين وما تايد عليك ديون هل؟ نعم ياخذون شقيق ابوي ياخذون فلل ويسوون عزب ويسوون ابوي مكنب وهيلة بيس كل يوم الزيرة ما لها حد هذا يوم يقول لك طرطنقي بنا بيت خوش رنقي سكن فيه هذا هو طرطنقي بنا بيت سوى العزبة وكل يوم يمع ابوي زبانية النار وسوى مراياليل الطبل ينقع واللي بالي بالكم والدبيج ومخلي هالبيت فقارة لمني والطريج الحميد المجيد يقطر عليهم بالبندوقة يضحك من كل سنخاري يوم يدخل البيت حاس ويهه قد ويهه كان مقفاه قدتك وقدت ويهك لا وتيه المراي الخاري اتيه المراي بسوي 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 دار باعته وهناك يوم بيجي يوم بيتيام عن عنده اللي بالي بالكم نحن ونحن وسوي اقدر واقدر وسوي واقدر واقدر تعرفون عدته انزين يوم بي البيت عند حرمته جلب عطاه ظهره فجوت يعورني محموم يا ام فلان والله اني محموم وضروسي وراسي عورني وضارب اني شانوط وضارب اني بو خبيث وما ادري شو يايني هنا ابو مسرعك هناك صاحي تنقز على كراع ويوم تي البيت تغدي ما بصاحي يعني قل الصحاة ما ييك الا يوم بتوصل عندهم العيال شو هناك وينك عن الله وينك وين تواها السير وين الدق براس الفقيرة وين السير يوم تعدلت زين صرت عند اللي هنا زي شرق وغرب ويوم بخياسك نعم وعندهن ابوي تغدي بالكرم حاتم الطائي وعند هالبيت تغدي ابدا لا تايد ولا تعلم معقول يعني شو هالينان شو وينكم عن وينكم عن حوبة الله سبحانه وتعالى ما تشوفون عماركم ما ترقعون ما ترقع ابوي اللي ما يسعد هالبيت ولا يسعد ابوي اللي واللي ما اللي ما فيه خير الهله ما في خير لحد غير لا يليج في عقلك انسان هالبيت وصاه واخوان وهل حالة تمل الله وهو غادي خاري حاتم الطائي هذا هذا يبوك في الدرك الاسفل انا شهدنا في الدرك الاسفل نعم في الدرك الاسفل اللي غادي حاتم الطائي شرق وغرب عند هالبيت يصيح بالمالح ملحت عينه يا رب اسعد عليكم فتشيت غلي يا الله كبدي مطنبله كميتني من المسجات عن هذا مال اليوم الصبح مال البث المباشر لا والمشكلة حد من العرب يتحرى أبويه الحرمة لو بتسوق دماديم عينك دماديم عينك بتحط لها اللي بتحطه وانت مقصر في حق الحرمة والله يا أبوك
تشوفك ما تسوى شف طعام ما عليك من الرمسة. الرمست وانقالت ابو فلان ابو فلان ابو فلان. هذا ابوي تربيته صالحه، اصلها طيب، ما تبى تظهر ما فيها، ما تبى تظهر مكنونها، ما تبى حد يدري بسواد ويه الريل. تيامل عليك فقير ايش بتسوي؟ تيامل تصبح كل يوم تغسل راسه، تنش الصبح لو على ماميش فقير تغسل راسه، تغسل راسه بس سمعه، يا الله بسمعه، يا الله بسمعه فقيره، ايش بتسوي؟ لو ما شيء منك بس الا سمعه متسبح فقير وغاسل راسه من قلت لا حيل ديكور ولا يا ابوك ياضوي اختك مثلك لا حول ولا قوه. سامح والله سامحوني طرقت لهالمواضيع من كثر الغيظ اللي في ما من يومين وانا ساكت يومين اسمع واقول بختل اقول بصخك بقول انا ابو ما يليج في العقل. بعد هاي فقيره تبى روح روح تراها روح لازم تبن جابل حد ما يجاب الحاله حل... هاي سنة الحياة. أنا ما قلت شيء من عندي، هاي سنة الحياة. تغدي هرقل الروب شرق وغرب وعد في البيت تغدي شيء أبوه ما يستوي يا أبوي بارك الله فيك. لازم أبوي هذا هل البيت الهم البدوة هم المبدايين وغيرهم المستخر. حل أبوي خلاف أنت وين بتصير رب العالمين بيحاسبك، لكن أكرم هالبيتك. وحتى لو بتكرم حتى لو لازم الكرامة اللي فيها خير بعد. بس عاد عليكم الحين اخر مره بس يا رب انا امس عاد خلاف يا ربي ياسمين رمس. سيرنا تونا الحين واصلين. ها ايش عندك؟ جود ايفنينج سير. There is lunch for you today from outside. بعد؟ Yes. From where? I forgot the name. تبارك الرحمن. يلا يلا يلا. From where this one? When? From where this one? What is the name? I feel the one. ما شاء الله يا حيدر يا ياي. From where عادة؟ عادة هذا كله هاي تبيحه عليها خبز خبز وهذا أظني هاي مقلوبة هاي مقلوبة أشوف هذه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله يا حيدر يا هاي بعد ذبيحة مشواية كاملة بحشوها أظني هذا كان معاريس ها بسلطاتنا ودنياهن. So close. No paper with this one? No. No? وين يا جنة؟ أنت منو درايفر؟ يلا زقرو حفيد. تلكم إنه معاريس. اصبر. بن حمودة. والملا ايوه بن حمود السيد الفاضل حرام سعادة خالد بعد سعادة انا يا ربي لب سعادة ولا الله قال يا ابو لب سعادة وقول لي لكم ممنوع حد يقول عن حد سعادة وهم بسعادة بعد هذا سعادة ايه ترى انا ما بسعادة ولا عندي خبر سعادة عن ما داني انا شي عن حد غيري هاك ابوي اللي يفرح بسعادة ايه ها يتشرف غانم بن علي بن حمود ومحمد سعيد الملا بدعوتكم لحضور حفل استقبال المقام بمناسبة زفاف حمود غانم بن حمود على كريمة عبد الله محمد سعيد الملا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12/3 بعد صلاة العصر بفندق قصر الإمارات أبو ظبي ودام إن شاء الله عيوني بويتيكم عيوني تيكم بلاني ما ييكم أيكم أبوي لو حبي يلا يلا وهذا كرت الحريم تتشرف حرم سعادة غانم بن علي بن حمود وحرم معالي محمد سعيد الملا بدعوتكم لحضور حفل زفاف حمود بن غانم بن حمود ورفيع عبد الله محمد الملا وذلك في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 15/3 بمركز دبي التجاري العالمي قاعة مكتوم يعلى الله يهنيهم ويفرحهم ويجمع ما بينهم ويرزجهم الذرية الصالحة يا رب العالمين قولوا آمين كلكم آمين سي آمين يا آمين لو نو آمين نو آمين آمين thank you
أيام 7 و8 مارس مسرحية هلا بالخميس على مسرح المركز الثقافي بإمارة عجمان. مرحبا. يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني. ورني 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 ورني. مالا جد صارت شنة الموضوع في إن لا تروه إلا يخلوني بروهي أنا باروه معكم بيت ودوني. ذبحتني من راسي لساسي ولا سمني غصبني حبك للهوى والله غصبني. يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا الله سبعة وثمانية الخميس والجمعة. اليوم عاد هذا النداء الأخير، النداء الأخير الخميس والجمعة عندكم ليلتين على تلا. جايينكم فقارة من وين؟ من وين بيس مضيع ياله؟ من الكويت. جايين عسب أناستكم وعسب الطرب والأناسة والفرفشة والتفرية الخاطر. جايينكم من دار الانديرة، وجب عليكم أنكم تقدرون منهم وتحضرون. على كل حال، حتى اللي ما له خاطر ضروري يكون له خاطر، من يئلينا صار حقه علينا. لا تقولوا ما حد قالكم، مسرحية خفيفة وهادفة ودمهم خفيف. يسد لنا طارق العلي، طارق العلي روحه هذا مشكلة عودة، مصيبة 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 غرب الله. خفة الطينة ليه في الكويت كلها متكودة فيه. هي نعم، كلموا موجودين 7 و8 يوم الخميس ويوم الجمعة، موجودين في عيمان. لا تقولون ما حد، يومين على تلا، يومين على تلا، الخميس والجمعة موجودين في عيمان، مسرحية فنانة. واليوم عاد ترى النداء الأخير، لا تقولون ما حد قال لكم، النداء الأخير. شيء طبيعي في الجمعة الحمد لله. ده المشكلة، ودر العرب كلها تنقاني أنا يتوحاني، يوم تسوي يوم ويوم ويوم ويوم، وخربت ما أدري منو وسويت ما أدري منو. شمع انكم صار فينك وياي، لا اعرفك لا من باب ولا من سبعه، لا عنيتك ولا خصيتك لا باسم لا دل باب بيتك ولا مجبل. شمع انك ليش تدوس لي على طرف نو قايل لك شو يعني؟ ودرت العرب كلها وتنقيتني انا من ضد الناس كلها، شو ياك علي؟ شو دس ليش تدوس لي على طرف شي خصك فيا؟ شلك بالداب وشيرته، شلك بالداب وشيرته. يا ولد الحلال يا ولد شو تباني؟ أنا ما حد يسوي لي سبب ولا حد يدوس لي على الطرف. بتيك عقوبة، بتيك عقوبة من رب السماوات. ما عليه، من دق الباب وياه الجوار. معلوم إنه ما يعني ما أذنت هذا مكاوي ولا غنيت لك مواوي، لكن خير. كريستال المدينة هم وكلاء كريستال عصفور، كريستال المدينة هم وكلاء كريستال عصفور. مثل ما نزلت لكم البوصة، الكريستال ما يتغير دب الحياه طول العمر. نعم، نسبة لصفائه ونقائه ما يعول دب الحياه طول العمر، تورثه على ولد ولد، ولد الولد يورثه على ولد الولد. نعم، هذا كريستال عصفور اللي خبرتكم عنه. ولون الطلاء، اللون اللي مطلي ما يعول 10 سنين ضمان، مرجوع لو عقب 10 سنين ما يعول، لا يحلى ولا يبهت ولا يتغير لونه. اللون 10 سنين ضمان، ونقاء الكريستال دب الحياة. كريستال
كريستال المدينة هم وكلاء كريستال عصفور. تقولون ما حد قالكم عندهم تخفيض لين والخصم عندهم 50% لين نهاية هالشهر. تقولون ما حد قالكم خصم كريستال المدينة وكلاء كريستال عصفور.